سنة الجود ديالك هذا العام هذا شحال تشريو الحاول؟ 3000 درهم هادي راه الا شريتي الحاولي تبارك الله الحاولي. وإلا كان 3000 درهم الحيل حويلي؟ وما عندنا ما نعدلو بديك الساعة قيت قيت دايز نط حية ديك الساعة ما عندنا شي مشكل. نسينا اخي محمد شحال الجود ديالك هذا العام هذا باش تشري الحاولي؟ والله الجود ديالي اخي ابراهيم هو دابا وخليك تامر عادك باقي يقول غالي. عطني ماطيش ومن كتحرمنا الجروة. لفت 2500 درهم ما نقدرش نشريه صافي من عيد من عيدش 3000 درهم علقوا والله ما يخرج لك 10 كيلو. دابا انت كان عيدك كبير يعني والحولي غالي وعيدك تقاسل عاد تشريه ولا لا؟ لا كغالي وانا مع خدام هذه وباش غنشري العيد ب 400 500 الف فرانك ما عنديش الاستطاعه اخي انا راجل بوبري. لا ما نشريش ولا ما شريتش غنطيح موقف مع ولادي دابا وصغاري انت كتعرف كيخصو جاري شاري العيد 3000 درهم ولا 4000 درهم وانت ما شرينا حتى حاجه. حليب لا عيد ومزيرين الله حسن عاون الانسان كاري كاين اللي خدم كاين اللي ما خدمش كاين اللي جالس. هذا العام هذا كاين اللي كيقول يكون عيد كبير وكاين اللي كيقول ما يكونش العيد كبير. المهم حنا مع العيد كبير وكنطالبوا بالعيد كبير كنطالبوا من الدوله تعاد لنا ثمن مزيان ونعيدوا كل الدرويش يعيد كل شيء يعيد ودايز عواشر. حنا اللي عاد لنا الدوله ما حنا معاها وخصها ثمن مزيان يكون عيد ثمن مزيان باش الدرويش يعيد. اما لما كان شي ثمن مزيان راه ما كاين لا عيد لا والو. وسنا الجود ديالك هذا العام هذا شحال تشريو الحام؟ الجود ديالنا حنا الوايدين كيشريو بالحق حنا عاود كنتعاونوا معاهم 3000 درهم هذه راه الا شريتي الحاولي تبارك الله الحاولي. وإلا كان 3000 درهم الحيل حويلي؟ وما عندنا ما نعدلو بديك الساعه قيت قيت دايز نط حيه ديك الساعه ما عندنا شي مشكل. شو الحمد لله حنا خصنا ما يكونش شي الغلا وضروري خصو يكون هادشي هذا خصو يطيح حتى الاسعار يعني كتجبر اي حاجه كتمن يديك عليها كتجبرها غاليه. ونطلبوا الله كل الخير تكون يعني كلشي ينقص بلا زياده تبارك الله. واو كنطالبوا ممكن تجيو تشريو معنا الشوايه في العيد كبير الشوايه ثمن مناسب ديك الساعه شنو نشريو نحاولوا نشريو الشوايه. ومن احسن يلغيوها لان بزاف د الحاجات الحمد لله الاسعار طالعه لا في الخضره ولا في بزاف د الحاجات. انا كنشوف غير الكليان كيتوصل على مسكين كيكون عليه يموت كتجبر غير كيتشكى لك ما عندو شي كيفاش غيكون هذا العيد وكتشوف زعما الاسعار طالعه والله يحسن العون بنادم اللي كاري كل واحد واش النيه كتجبر المشكل ديالو قبل ما يشوفوا الاعياد يشوفوا الناس شنو عندهم مساكن يشوفوا الحال يشوفوا المشكل ديالو هو الاولاني. من عاجي مثلا كتجبر اضعف والو كتجبر العيد كيكون 5000 درهم كنقطي وتقاد هيدا لفت 2500 درهم ما نقدرش نشريه صافي من عيد من عيدش. يعني وخصك الحاولي مزيون يعني يكون مزيون مزيون ماشي انا كنقول لك الحاجه مثلا قطيوط مثلا اذا 6000 درهم 5000 درهم اذا الدروج مسكين شعيه شنو يعمل؟ يمشي يجي في راسو انت كتعرف مثلا عنده مثلا العواول كيقول خصني الحاولي خصنا بابا خصنا هذيك بوران شحال واحد بوراني كيدخل للدار كيبغيش يدخل للدار بسبب هذا الشيء هذا الاسعار اللي طالعه كيدخل للدار كيجبر المشاكل. شحال الحسن الثاني الحسن الثاني كان وقت مزيان وهذا كيحب هذا والعيد الاخر ما كي قالوا ما نعيدوش ما عيد حتى واحد. وعلى الزمان ما كنعيد حتى شي واحد؟ وقالوا ما كانش الكتيبة ما كانش بحال هذا العام هذا ما سنة؟ ها يقولوا بحال السنة اللي نسمعوا الله أعلم. والأيام ديال الحسن الثاني كان الأيام مزيانة ودابا محمد السادس عاود الأيام مزيانة الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. ولا حنا نسمعوا ما كانش العيد وحنا صاحب شنو نقول لهم؟ حنا جه من جناتي والناتي حنا الناس بورية ما عندنا شي. دابا نسينا هذا العام هذا ان شاء الله شحال الجهد ديالك تشري الحاولي؟ انا انا ما عندي حتى ريال ما كذبش عليك والله ما عندي ريال واحد بالله. انا تحت السلطات ولادي خدامين خدامين في المعمل كاريين ومصروف والى اخره انت عارف ومن هذا صاحبي الا كان سمعنا قالوا ما كانش العيد اللهم اللهم يسر جا من جدنا ما عدناش. يعني صار الامور مزيره من بعد غلاء الاسعار مزيره نعم وهذا الاغلى انت تشوف تبارك الله يا ربي ما تشاء كيلو ما تشاء اصبع ب 6 دراهم غدا اصبع 160 بطاطا 10 دراهم البصله وصلت 300 ريال. يعني الدرويش مقصح مسكين من الاول مقاش بزاف. الا كان حولي غالي الا كان حولي غالي الله تعالى وتبارك هو يطيح مود الغلاء الله يطيح مود الغلاء اش اللي يقول الانسان الحمد لله. كيفاش كان العيد شحال هذه مع العيد دابا شنو اللي تغير؟ دابا ما تغيرش حتى شي حاجه دابا اللي كان كاين قبل كان الرخاء قبل كان الرخاء ياه
والكتيبه موجوده والنيه موجوده. صافي والو ما باقي نيه ما باقي والو ما باقي حتى شي حاجه والو ما كاينش. اما اليوم الخريف ولو 3000 درهم علقوا والله ما يخرج لك 10 كيلو. صافي تمام. اللحم 100 درهم. يعني لو كان يستاهل ديك الثمن اللي عاد شراه ماشي مشكل ولكن. كرخه كرخه مكرخه انا دار معك كنت نشري العلب 300 ريال 1500 كنت اخلق لي العائله والعائله كنت نشري 300 10 دراهم والله الا 10 دراهم بالله هذا كان اللي عند المسكين وكان نيه وكل حب عندك عندي انا ما عندك انت عندي انا ما عنديش عندك انت كان لي يم الحب مع بعضنا هذا كيعيش معاه هذا كيعيش مع هذا من الضحك ناشطين مقصرين ديما ضحكين العيد سنه ومؤكده ماشي زعما ان العيد مع الرفاهه والعيد على المستوى ديال الانسان كل واحد والمستوى ديالو وحق البوبري البوبري متقوق اخ زعما الصراحه البوبري راه صعيب عليه المعيشه دابا في المغرب دابا انت كان عيدك كبير يعني والحولي غالي وعيدك تقاتل عاد تشريه ولا لا لا كغالي وانا مع خدام هذه وباش غنشري العيد ب 400 500 الف فرانك ما عنديش الاستطاعه اخي انا راجل بوبري ضعيف شحال الجهد ديالك دابا هذا العام هذا تشري الحاول الحاولي يا خويا دابا المستوى على الاسعار الفلاحه الفلاحه كيتشكاو ان الجفاف كيطيع عليهم العيد غالي وكيكسبوا تاهما كيتمرثوا ولكن حق البوبري البوبري ما عندوش المستوى 200 300 الف فرانك 350 450 الحاولي الراسه مزيانه السردي كيسوى حتى 500 600 الف فرانك واش انا غنستطاع نعيد الحولي ب 600 الف فرانك وزين المونه ديالو راه صعيب عليا انا مع الغاء العيد علاش حيت الناس اللي مدبره غادا تشري العيد واللي ما عندوش ساكنه يحرجوهم في الديور ديالو هذا هو صغار السبب باش يلغيوه انت شحال الاستطاعه ديالك تشري الحولي هذا العام ما نكذبش عليك انا كل عام وكيفاش مره نشري 150 مره 160 دابا اللي كتشوفوا 150 دابا مدير 3000 درهم يعني واش مشيتي شي دوره السوق شفتي الحواله لا شفنا شوف الناس كيشريوهم السوابع وكذا الثمن اللي قلت لك هو اللي كاين دابا دوبل الثمن تريبل ماشي زعما يعني الا جبرتي فوق ديك الثمن اللي كتشري اه ما نشريش ولا ما شريتش غنطيح موقف مع ولادي دابا وصغاري انت كتعرف كيخصو جاري شاري العيد 3000 درهم ولا 4000 درهم وانت ما شرينا حتى حاجه شنو الرساله ديالك لزوج المسؤولين في هذا العيد الكبير هذا؟ المسؤولين يلغيو العيد يعني الجامع الجامع وهذوك الناس الكسابه يديروا لهم شي حل اللي معلفه مساكن تما الله يحسن العون وشاري الغلا ومعلفين وكذا الله يحسن العون يديروا لهم شي حل والناحيه ديال العيد يقدر يلغيوها علاش الانسان ما خدامش وطالع عليه المسؤوليه والكراه حنايا بلا عيد ومزيرين الله يحسن العون الانسان كاري كاين اللي خدم كاين اللي ما خدامش كاين اللي جالس الله يحسن العون كل مصابي مدبر يطرف الخبز باش يعيش مع ولاده في الدار فهمتيني باش يفكر هو يشري العيد الله يحسن العون لا كان عنده الاستطاعه ديالو يكمل ما كانش عنده ما يعملش الله غالب ودابا نسينا زعما في العيد الكبير واش يقدر يكون ولا ما يكونش وعلى حسب تيسير الا كان الانسان مستطاع يكون ما كانش مستطاع الله غالب نسينا شحال تقدر تحاولي شحال الاستطاعه ديالك في هذا العام هذا شحال تقدر تشري نقدر جهدي بزاف 2000 2200 بزاف هذا فوق الطاقه ديالي بالنسبه للدرويش يعني ما يعيطش الا كان الحولي غالي ولكن الا كان عاوتاني على حسب الخير يعني ضروري خصو الدرويش يعيط فهمتي ودابا نسينا كتقول واش يكون العيد كبير ولا ما يكونش يقدر يكون يقدر ما يكونش نسينا شني دابا في النظر ديالك تقدر تشري الحولي غالي لا ما نقدرش نشريه غالي شحال قد تقدر تشري الحاولي شحال الاستطاعه ديالك؟ الاستطاعه ديالك مثلا 150 170 ما كايناش يا حي يعني فوق هذه ما عاد زيدش ما عاد زيدش يا الله يكون في العون بنادم دابا الغلا ما تهدرش حاجه عاطله وما العاوني الدرويش ما يقدرش يعيط بالنسبه للناس اللي عنده الفلوس هيعيط اللي ما عندوش ما يعيش نسينا اخي محمد شحال الجهد ديالك هذا العام هذا باش تشري الحاول؟ ماشي الجهد ديالي اخي ابراهيم هو دابا وقلي تندرع عادك باقي يقول غالي عطني ماطيشة ومن كتحرمنا نشروها ماطيشة 8 درهم 9 درهم برافو ماطيشة الجهد غالب اخي يعني دابا الحاولي فك حاجة اللي هي
والله يا كنفكروا دابا عا في مطيشة وفول بصلة وبطاطا وما الحاولات جود غالبا خايبرا والله يرزقك بشي حاولي إن شاء الله أمين أرحم والدك أم محمد لا يجوزك يا خايبرا الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.